بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فحينما رددت على المجسم الحشوي المعروف باسم الشيخ مصطفى العدوي في اللقاء الماضي، أرسل لي بعض الناس ردودا له جديدة عن الأشعرية، ويتكلم فيها عن عبارة من العبارات الموهمة للتشبيه ويفسرها، ألا وهي قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فالآن سنتعرض لهذه الآية ونبين تفسيرها عند الأشعرية الذين يشتمهم هذا المجسم، وعند هذا المجسم كيف يفهم هذه الآية، وعند السلف الصالح، وأنتم الحكم كما عودناكم دائما، أنتم تحكمون من خلال الحجج والبراهين ومن خلال أقوال يعني السلف. هذه الآية نبدأ بمقولة المجسم هذا، يقول: الله تعالى له وجه، وأنا لي وجه، وأنت لك وجه، وكل إنسان له وجه يختلف عن وجه الثاني، وأنت إذا ما قيل لك وجهك مثل وجه الحمار ستغضب، والله بهذا اللفظ. لماذا؟ لأنها يعني إهانة لك، لا تقبل أن يكون وجهك مثل وجه الحمار. فكذلك وجه الله يختلف عن وجهك. يقول: وجهي أنا مثلا يشيب ويختلف، أما وجه الله تعالى ليس كذلك. يقول: وجه الله يعني لو كشف النور لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره، هذا جاء في الحديث، نعم، لكن كيف يفهمه؟ يقول: أما وجهي أنا لا يحرق، وجه الله يحرق. هذا ما قاله مصطفى العدوي باختصار شديد، عين ألفاظه، والتسجيل موجود ومنتشر في أحد ردودي على الأشعرية، يمكن أن تصل إليه بسهولة. ماذا قال الأشعرية وماذا قال السلف؟ نبدأ بالسلف، وإمام من أئمة السلف الكبار، ألا وهو الإمام البخاري، وهو مجمع على إمامته، نحن نعده إماما، والمجسم أيضا يعدونه إماما. إذا كانوا يرتضون البخاري إذن هم يسيرون على طريقة السلف، إذا ما كانوا يرتضون البخاري إذن يعني أرجو أن يحملوا لواء آخر غير لواء السلف، ويناسبهم مثلا لواء الكرامية إذا لم يعجبهم يعني قول السلف والإمام البخاري بالذات. ماذا قال الإمام البخاري رحمه الله ورضي الله عنه في صحيحه، في كتاب التفسير من صحيحه، عند سورة القصص ذكر الآية: كل شيء هالك إلا وجهه، قال: إلا ملكه. ثم قال: ويقال: إلا ما أريد به وجه الله. رأيت الحقيقة اضطراب الحشوية في كلام البخاري المنور، هذا اضطراب عجيب جدا، فوقفوا عند كلمة ويقال: إلا ما أريد به وجه الله، قالوا: هذه بصيغة التمريض. صيغة التمريض، أين التمريض؟ إذا قال قيل، قيل هذه عادة ليس دائما، قد تستخدم للتعديد، تعديد الأقوال، وقد تستخدم للتمريض، الغالب في استعمالها التمريض. هل هذه قيل؟ ويقال: إلا ما أريد به وجه الله. طيب، لنفترض أن صيغة التمريض، لن نقف عندها كثيرا، خاصة أيضا فعل مبني للمجهول، لنفترض أن كل فعل مبني للمجهول استخدمه الأئمة للتمريض، لنفترض هذا، وأنه أخذها من فلان وفلان وكذا، رواها عن مجاز القرآن، أخذوا العبارة من ابن حجر وكذا، تمام. لنفرض أن البخاري رحمه الله نقل قولا في المسألة أخذه عن كتاب مجاز القرآن، ولنفرض أنه هذا ضعيف وأنه مردود، لنفرض هذا، ماذا يفعلون بتأويل الإمام البخاري إلا ملكه؟ وهذا نص في محل النزاع،
وعلى كل حال إذا ما أسند الإمام أو العالم قولا دون أن يرده فهذا في علم المناهج معناه يتبناه هنا إلا ما أريد به وجه الله تعالى، لم يرد ولم يعلق عليه ولم يأتي بعبارة تشعر بضعفه إلا ما توهمه الإخوة من حكاية يقال وقلنا لنسر على طريقته. طيب إلا ملكه، أليس هذا تأويل؟ أليس هذا من التأويل الذي يعده الوهابية والمجسمة والمشبهة الحشوية من أمثال هذا الأخ مصطفى العدوي؟ أليس هذا من التعطيل؟ أليس هذا يسميه أمثاله الجهمية؟ أليس الذي يقوله هو إمام أهل السنة والجماعة في أيامه محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث؟ طيب ماذا تقولون يا أيها السادة الأشعرية؟ نقول عين ما قاله الإمام البخاري أو ما يقاربه. طيب من الذي يتبع السلف؟ هذا الذي يذكر الوجوه وينحط به الأمر إلى ذكر وجه الحمار ويعدد الوجوه، لكن يقول لا وجه الله يختلف عن باقي الوجوه، يعني له وجه حقيقي لكن ليس مثل وجهي، يختلف تماما لأنه يحرق، أما وجهي أنا لا يحرق، وجه الله تعالى لا يشيب وجهي أنا يشيب. هذا ما يقوله على فكرة، هذا ليس حالة شاذة، يعني مصطفى العدوي هذا نموذج للمجسمة وهو شائع جدا في أغلب الوهابية، في جميع الوهابية. طيب والأشعرية قال لنا طريقان، إما أن نسكت كما سكت السلف ونقول نفوض الأمر إلى الله تعالى ونقول نؤمن بجميع ما جاء عن الله وعلى مراد الله تعالى، ونقول كما قال الإمام أحمد وكما قال مسعر وما قال محمد بن الحسن ونقل إجماع على ذلك، يعني أمروها كما جاءت وإياكم أن تفسروها، هذا لنا مسلك وهذا مسلك حسن، ولنا مسلك آخر نسير كما سار الإمام البخاري. فلماذا تتهموا أهل السنة والجماعة؟ لماذا تتهمون أهل السنة والجماعة وتسمونهم معطلة؟ لماذا تخدعون الناس؟ اتقوا الله جل جلاله، سيروا على نهج الأئمة الصالحين. هل قال هذا الهذيان الإمام البخاري هذيانك أنت وجهه يختلف عن وجه وهو كذا، وجه بني آدم وجه حمار، وجه يحرق وجه لا يحرق، وجه عليه شيب وجه ليس عليه شيب، هل البخاري يقول هذا الانحطاط في التفكير؟ أبدا. طيب من يتبع السلف الذي يسير على طريقة الإمام البخاري في هذا الباب أم الذي يسير على طريقة الكرامية مصطفى العدوي وشيوخه ابن القيم وابن تيمية وابن كذا وكذا؟ إذن اتقوا الله واعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اسمعوا كلام الله جل جلاله، طبقوا الكتاب والسنة، اتبعوا كلام السلف وتوقفوا عن شتيمة السلف الصالح. الأشعرية يقول هذا الكلام، عين هذا الكلام تقول. طيب الأشعرية البخاري قاله في الوجه وأنتم الأشعرية تقولون في القدرة، طيب ماشي نفس الباب، الباب واحد، كما اجتهد البخاري أصاب أو أخطأ اجتهد الأشعرية في نصوص أخرى مقاربة لهذا، لم يصل الأمر إلى التعطيل ولم يصل إلى التجهيم ولم يصل إلى التبديع، وإن شاء الله بإذن الله هذه بداية الهداية، سنستمر في هذا الباب، سنستمر سنذكر أقوال السلف في المسألة ولو بطريقة جزئية وما قاله الحشوية في هذه، وليعلم جميع الناس من هم السلف ومن يسير على طريقة السلف. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.